دول يهدموا علاقة، لا يمكن أن نسمح أن تهدم علاقة قوية مثل هذه العلاقة. ثم الولد اللي سافر، على فكرة الولد اللي سافر في السعودية، أولا من الذي أبلغ السلطات؟ هل تعلم سيادتك أن السعودية تحقق الآن وهناك طرف موجود هنا في مصر وطرف آخر في السعودية، وتم الإبلاغ عن هذا الولد، وهذا الولد سافر بمهمة لتخريب هذه العلاقة؟ واستكشف التحقيقات عن بلاوي زرقاء في هذا الموضوع؟ احنا قدام مخطط على يا فكرة دكتور. على فكرة المحلل الاستراتيجي السعودي لسه قايل الكلام ده النهارده. انا بقول لحضرتك، هناك طرف موجود هنا في القاهرة وطرف في السعودية، والولد ده مسافر بأوامر من هنا من مصر، بأوامر من هنا من مصر بتنسيق مع أمريكا وإسرائيل والصهيونية اليهودية العالمية بالظبط، بحيث ان لا يمكن مصر تقف على رجليها. لكن انا بقول لابد لنا جميعا ان نتحد. انا برجو كل القوى السياسيه الوطنيه المحترمه وكافه جميع الجموع بتاعه الشعب المصري ان نتوحد جميعا. بلدنا